ثقة المرأة الفلسطينية بقدراتها تعززها المناصب الرفيعة التي تبوأتها الكثير من النساء. هنا في وزارة شؤون المرأة أقيم حفل تكريم للنساء ذوات الشأن والمسؤولية، منهن من برعت في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الإعلام أو في مجالات لم يكن لها فيها نصيب. فتح الأفاق أمام نساء أخريات ليتقدموا، وأنه المجتمع بكرمهم وبطل أنه في عائق، بما أنه سواء النظام السياسي الفلسطيني على مستوى الرئاسة أو الحكومة يساند هذا التقدم وهذا التطور. ونحن يعني تميزنا عن باقي النساء في العالم بسبب الظروف اللي بنعيش فيها، فتقييمي لها إيجابي، وهذه هي طبعا الرسالة تبعتنا على نساء اف ام الإيجابية أو الدور الإيجابي اللي بتلعبه المرأة الفلسطينية. علا أبو الغيب استطاعت التغلب على إعاقتها وتقود مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة متجاوزة كل العوائق لترسم صورة للأنثى نموذجا لنصف المجتمع. وجودنا اليوم في وزارة المرأة هو إقرار من الوزارة لإلنا أنه إحنا نساء، وأنه إحنا إلنا الحق أن نشارك في جميع النشاطات الحياة الاجتماعية. تتحدث النساء عن اختراقات حققنها في المشاركة في صنع القرار وقيادة مواقع بالغة الحساسية، غير أن هناك من يتحدث عن جمود يسيطر على البعض في التعامل مع المرأة. زهيرة كمال التي عادت من مصر بعد حضورها اتفاق المصالحة فوجئت أنه من بين 125 شخصا يمثلون 13 حزبا فلسطينية لم يكن هناك سوى امرأتين. نأمل أنه ما يكون في هناك تراجع عن ما تم إنجازه، وهذه مسألة يجب أن ندافع عنها بقوة، وهذا ما تم الحديث معه أيضا مع عدد من الشخصيات سواء كان بالنسبة للجهات الإسلامية وأيضا في فتح وفي فصائل المقاومة. وبالتالي نحن أمام حكومة يجب أن تمثل فيها النساء بشكل قوي، لأنه أثبتت المرأة جدارتها. وعدا عن ما يقال عما حققته المرأة أو ما هي مقصرة عن الوصول إليه، فإن تمكين المرأة ما زال يحتل المساحة الأكبر في الحديث عن التحديات التي تواجهها وتقف بوجه إثبات ذاتها. من مدينة رام الله، أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.